تبتروح باب مستشفى حبيبي، انت عاوز ايه برضو من الحكات؟ قولي بس عاوز ايه زعبولة ونديك فورا. عاوز ايه بقى؟ انا عاوز اروح المستشفى حركات، بس معيش روبوكس اكشف. انت معاك 50,000 روبوكس، اكشف عليا بقى. ممنوع طبعا، مش موافق يا حبيبي. ابسلوتلي يا حركات، انا ايهم عليا من وقت ما لقيت التحدي بتاع امبارح، البرج الطويل. عندي فوبيا من المرتفعات، بليز عاوز اروح المستشفى. ايه ده؟ ودي جابولة، ودي جابولة بقى. اوكي علوية، صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيلم الجامد ده. بحبكم من كل قلبي علوية، انا دعمكم على الفيديوهات اللي فاتت دي. يب، فالنهارده يا علوية حركات كسب 50,000 روبوكس. هو ما كسبهاش النهارده، كسبها امبارح اوكي، لكن النهارده احنا عاوزين نعرف ازاي حركات النوب يقدر يكسب 50,000 روبوكس وكسبنا كمان في التحدي. هو اللي مولي حركات بذكي ولا يا علوية؟ عشان كده انا لازم انزل دلوقتي، وطبعا بص وانا قافل البوابه عشان حركات ما يدخلش يسرقني. بس خلاص حركات بقى غني، افتح البوابه ابو علي، انا خلاص مش قافل باب البيت تاني. حركات بقى معاه 50,000 روبوكس. هولي مولي، مش ده صوت زعبولة؟ او ماي جاد، بطنه. ومعقول حركات راح يشتري مصنع الشوكولاتة واكل زعبولة وبطنه وجعته؟ انا لازم اروح فورا. حركات يا نوب، انت واد زعبولة. هولي مولي، هما فين دول يا حركات؟ ولا بوش ما اديلك ولا ربع جنيه، انا بوش استحالة اشرف ربع جنيه بس كده يا حبيبي. هل انت معاك ربك شديني ايه؟ هولي مولي، ايه ده؟ زعبولة يا زعبولة، رد عليا. او ماي جاد، عايز تروح المستشفى؟ تعالى اوديك فورا، تعالى يا زعبولة. بسرعه بقى. ماشي ماشي يا زعبولة، اوديك المستشفى. بس معيش روبوكس اصلا. طب نعمل يا حركات، انت معاك 50,000 روبوكس، تعالى نودي زعبولة المستشفى. مين يا حبيبي؟ ولا بوش هدفع روبوكس دي، انا بوش ماليش دعوة. انت روح المستشفى ده وادفع روبوكس، انا مش هدي حد خالص. ابسلوتلي انت يا نوب، والله لو اوريك حركات يا نوب. قولي مولي زعبولة، انت بجد هتموت. ثانية واحدة اوديك حالا. اوكي انزل ابو علي، يلا خلينا ناخد الموتوسيكل بتاع حركات. يا حركات، خدت الموتوسيكل بتاعك؟ ايه ده؟ انت وادي حرام يا نشاف، سيب الموتوسيكل. والله ما اسيب لك اي حاجة. استنى 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 بس حركات، ايه ده؟ والله ادوسك. باي حركات يا نوب. انت وادي مالي يا حرامي، ولا مش انا دامك وادي انت؟ لو حصلتني يا حركات امسكني. قولي مولي ده وقع. لو حد شاف حركات دلوقتي مع الروبوكس والله اللي هيتسرق منه. خلينا نودي زعبولة بسرعة. زعبولة امسك نفسك، انا مش قلقان غير من الموتوسيكل حركات ده، اصل بينط لوحده يا بالي. يا زعبولة ايه الكلام الغريب ده؟ في موتوسيكل بينط لوحده؟ ايه ده؟ يا نهار زبادي، انا قلت لك بينط لوحده. طب يلا انزل بسرعة من الموتوسيكل النوب ده. معلش يا زعبولة امسك نفسك، خلينا ندخله بسرعة. يا دكتور يا دكتور. دكتور. نعم يا حبيبي، ايه اللي معاك؟ ايه ده؟ مين الدبدوب الصغير اللطيف ده؟ بيعض ولا ايه؟ مولي مولي مش ناقصك يا دكتور، انت كمان هو اللي بيعض، ده صاحبي. انت مصاحب دب يا حبيبي؟ انت يا دكتور مش ناقصك، انا بدي وجعاني ودماغي. انا بص عندي فوبيا من المرتفعات، وشفت مرتفعات من شويه. يابا يا دكتور، بص صاحبي ده كان بيلعب تحدي البرج الطويل، فعشان كده جات له فوبيا من المرتفعات، فدلوقتي لازم اكشف عليه. طيب طيب، دخلوه هنا جوه بسرعه بسرعه. طيب طيب حاضر يا دكتور. اوكي يلا زعبولة انزل. الموضوع بسيط يا حبيبي، حاجة بسيطة خالص، أنا هديله دلوقتي مهدئ ويرجع زي الأول، بس أهم حاجة لازم تأكلوه كويس الفترة اللي جاية دي، ماشي يا حبيبي؟ طيب طب حاضر يا دكتور، نأكله كويس إيه بس؟ إحنا معندناش فلوس أصلاً، واللي معاه فلوس وحركات حركة متحركة طماطم في الفرخة النوب. إيه ده يا ابني؟ أنت بتقول إيه؟ أنا ما بقولش حاجة يا دكتور، بقول حركات الفرخة النوب. أيوه أكلوه فراخ عشان صحته ترجع زي الأول. فراخ إيه بس؟ أنا بقول حركات الفرخة. حركات النوب يا علوي معاه 50,000 روبوكس، مش عايز يدينا روبوكس حتى نكشف على زعبولة. طب يا دكتور روح هات المهدئ. طيب يا ابني حاضر، انا اروح اجيبه دلوقتي. ما تقلقش يا زعبولة تبقى زي الفل. ابو علي حركات مش عاوز حتى يدينا شويه روبوكس، اكشف يا ابو علي. ما تقلقش يا زعبولة، انا اكلم جينا ونلعب تحدي، واكيد اكيد لو كسبت هتديني روبوكس. حركات النوب، هو ده ابو علي النوب ده؟ مش لازم اتهم منه، سرق المشتكل بتاعي، وانا كنت لسه حطيت له ميه بشبون. انا دلوقتي لازم اتصل بالشرطه، لازم الشرطه كده تضرب ابو علي. ماشي بقى، انا اتصل. الو شرطه؟ ايوه احنا الشرطه، عاوز ايه؟ بص يا شرطه بقى، انا معيش رصيد،
انا قافل بوشي المكالمة وانتوا تسلوا بيا بقى، انتوا الشرطة اصلا معاكم رشيد كتير. بس كده هو الشرطة معاه رشيد كتير، هي اللي تتصل بيا بقى، خلينا اتفرج على التلفزيون. هي ليه ماشي الشرطة لحد دلوقتي ما اتصلتش؟ مش مشكلة هسيبهم دقيقتين كمان. انا ليه لحد دلوقتي مش لاقي اي حد ممكن اسرقه؟ ايه ده؟ مين الولد ده؟ خلينا بص كويس كده، ممكن يكون غني. برضو الشرطة مش عاوزة تتصل بيا، انا برضو مش هتصل، معيش رصيد اصلا. مين الواد المعفن ده اللي معهوش فلوس اساسا؟ ده معهوش رصيد. خلينا اروح اسرق البيت اللي قدامه ده. يا سلام، هي دي الناس اللي سايبة بيوتها مفتوحة. يعني انت خلاص متأكد يا حبيبي ان انت هتاخده؟ انا كان من رأيي تسيبه ساعتين تلاتة ولا حاجة كان يستريح. لا لا خلاص يا دكتور، هو زعبول الدبدوب ده زي الفل تمام، هو كده حسابنا كام يا دكتور؟ الحساب بس 50 روبوكس. ايه ده 50 روبوكس؟ لا يا دكتور كده كتير، وبعدين زعبول ده مش انسان اصلا، ده دبدوب، المفروض حسابه يبقى اقل اساسا، ودبدوب صغير. بص يا دكتور خد 10 جنيه، امسك يلا. ايه اللي خد 10 جنيه؟ حسابي 50 روبوكس. يا دكتور امسك بس العشرة جنيه دي وبقديك حسابك بعدين، اكني واخد حاجة بالقسط. امسك يا دكتور. هو ايه اللي واخد حاجة بالقسط؟ انت يا ولد انا حسابي 50 روبوكس. بقول لك يا دكتور هتاخد العشرة جنيه دي ولا اطلع اجري؟ تطلع تجري؟ طب هات العشرة جنيه بس. امسك يا دكتور اهي. بس كده، عشان لو طلعت تجري ابقى خدت برضه العشرة جنيه. اديني بقى يا حبيبي بقيت ال50 روبوكس، ليه 40؟ بقول لك يا دكتور والله انت فاضي اصلا؟ ثانية يا واد زعبولة، تعالى زعبولة نمشي يلا. قوم يا زعبولة. انت بتدور تعالى ابو علي وانا تعبان. تعالى بقى كل بولي. ايه ده انا بقعد؟ يلا سلامة دكتور، باي. مع السلامة يا حبيبي. ايه ده؟ هو نصب عليا تقريبا، ده نصب عليا. انت يا ولد قول يا مول يا زعبولة، انا ما كنتش متخيل ان ممكن اعمل كده. يب امسك حركات الموتوسيكل بتاعك المعفن ده وامسك. ايه ده انت بتخبط الموتوسيكل بتاعي؟ ولا انت هو تكون كسرته؟ يب كسرته وخربته حركات يا دوب، خليني ادخل بسرعه. زعبولة انت بخير يا زعبولة؟ ايوه ده بالي ده بخير. طب يلا تعالى يا زعبولة عشان تستريح عندي بقى في البيت. اطلع ابو علي. اوكي يا زعبولة خليك تنام فين؟ في الاوضه دي ولا في الاوضه دي؟ في اي حته يا ابو علي، اي حته وخلاص، انا عاوز استريح. مين دول بس وايه اللي جوهم دلوقتي؟ اصحاب البيت شكلهم. طيب يا زعبولة بس الدكتور قال ان انت لازم تتغذى، وانا اصلا معيش روبوكس يا زعبولة ان انا اشتري لك اكل، مع ان حركات ابن خالتي النوب معاه 50,000 روبوكس ومش عايز يدينا اي حاجة. ايه ده انت قلت ايه يا حبيبي؟ 50,000 روبوكس؟ مين ده اللي معاه كده؟ بص اللي معاك كده ده يا حرامي، هو واحد بص ابنك. ايه ده حرامي؟ يا نهار زماني حرامي في البيت. ايه ده حرامي انت عاوز ايه؟ ودي محتاجه كلام؟ انا حرامي؟ قول لي مين اللي معاه 50,000 روبوكس وانا اسرقهم منه وادي لك اللي انت عايزه. ايه ده بجد يا حرامي؟ قول والله كده يا ابني. انت عمرك شفت حرامي بيحلف؟ انا حرامي نصاب. اه صح. إيه طب بص يا حرامي، الواد حركات ابن خالتي حركه متحركه، طب ما تمسح ليها الفرخه. ايه القصيده اللي انت قلتها لي دي؟ انت بتمليني املا. ما انا بقول لك حركات ابن خالتي حركات حركه متحركه، طب ما تمسح ليها الفرخه. يا ابني الاسم ده اول مره اشوف انسان كده. فين بيته ده؟ بص تعالى حرامي اوريهولك، هو البيت اللي قدامك هناك ده، هتلاقي الواد حركات. يب خلينا ايون اهو، هو ده يا حرامي اللي واقف عند الموتوسيكل ده. ايه الكذب ده؟ واحد معاه موتوسيكل زي ده يكون معاه 50,000 روبوكس؟ هو بص هو بيحب الموتوسيكل ده، لو جبت له لامبورجيني هو بيحب الموتوسيكل ده المعفن اللي هناك ده، عشان كده حرامي انت لازم تروح تسرقه. اعتبرني سرقته. يب يا رب يسرقه، احسن حركات تستاهل. هو كده خلينا بوشي واتاكد اشوف الموتوسيكل بتاعي اتخبط ولا لا. ايوه كل حاجه تمام. ايه ده مين الراجل داون؟ انت عاوز ايه بقى؟ جاي احكي لك حدوته. بقول لك ايه، انا سمعت ان انت معاك 50,000 روبوكس، الكلام ده حقيقي؟ ايه ده ب50,000 روبوكس انت عديتهم ازاي؟ اذا كان الروبوكس ده موجود معايا من امبارح مش عارف اعده. برافو عليك والله، انت عرفت ازاي بقى؟ يا نهار ابيض، انا اول مره اشوف كميه الروبوكس دي. هات الروبوكس ده بسرعه. ايه ده انت شريت الروبوكس بتاعي؟ انت حرامي شكلك. عيل غبي. ما انا حرامي فعلا. باي. والله ما يسيبك يا حرامي، انا لازم قدامك. الحرامي صنع حركات وحركات، خبط في السور لما جه يجري وراه حركات يا نوب. انت واد مالي، انت اللي قلت يا حرامي ده واد صح. انا بوش انا هقول لي جينا اكل خليت قدامك. قول مولي طول لي جينا الاكل حركات ماليش دعوه، انا ما اعرفوش اصلا. او ماي جاد زعبولة، ده لازم اوديك دلوقتي تستريح عشان هتحصل مشكلة. خلي بسرعة اطلع فوق. بليز يا بالي انا محتاج ان انا استريح شوية. طب يا زعبولة انزل هنا يا زعبولة بسرعة. واخيرا يا بالي سيبني بقى شوية وبحضر لك.
البجاحه دي، ما انت عارف ان معيش روبوكس حركته اللي معاه الفلوس كلها. انا دلوقتي لازم اروح للجيل الاكر ده، تحصل مشكله حركته يقول لها ان انا اللي جبت الحرامي وانا ما جبتوش اصلا. اوكي خليني افتح البلكونه بسرعه واروح للجيل الاكر. حركات هو حركات كل ده بيركن الموتوسيكل. انت يا جنجونة مش عارف تعمل موتوسيكل ليه بابا كل مره بتلاقوا يا ابني؟ ما تسيبه بره يا ابني وهيحصل له حاجه. لا يا حبيبي ممكن يتشرب بقى. طب احسن بقى. ايه ده يا نهار زماني، بدل ما يطير عليا خليني، انا ماليش دعوه. ايه ده مجنون والله، خليني ادخل كده. يا جينا جينا قولي مولي، يا جينا نايمه ولا يا جينا؟ او ماي جاد يا اتاخرت كده ليه؟ ايوه انا جيت اهو. ابالي صباح الخير. بص يا جينا الواد حركاته يجي يقول لك على حاجه دلوقتي، هو فين؟ صباح الخير يا جنجونه. بقول لك بقى، هو ده بالي بوش جاب حرامي وشرب مني 50,000 بربوكس. بربوكس مين بس انت كتب بعدين؟ ايه ده بيدخل البرسيك البيت؟ او ماي جاد على النوب ده. انتوا بتقولوا ايه؟ 50,000 روبوكس اتسرقت؟ يا مجانين، في حد يضيع مبلغ زي ده؟ انا مالي يا جينا، هو حركته ولا ضيعه؟ مش هو اللي كسب امبارح؟ الحرامي سرق منه ال 50,000 روبوكس. طب وانت عملت ايه يا ابو علي؟ انا كان معايا زعبول لك، كان عيان ورحت كشفت عليه، وحركات ما رضيتش تدينا روبوكس على فكره. الكلام ده بجد يا حركات؟ ما رضيتش تساعد اصحابك؟ ايوه اتبعت بكل سهوله ما ساعدهمش. ما انت عشان نوب يا حركات. اسمعوني طيب، الحرامي ده كان لسه سارق الروبوكس دلوقتي؟ ايوه طبعا يا جنة، ده تلاقيه اصلا لسه ملحقش يروح بيته. طيب اوكي سهل جدا، انا دلوقتي ههكره واجيبه لحد هنا. او ماي جاد تهكريه؟ اصح ما انت جنة الهكر. طب هكريه كده، خليني بس اشغل برنامج الهاك بتاعي واعرف اماكن كل الحراميه اللي موجودين في بروك هيفن دلوقتي. كده انا عرفت كل حاجه وخلاص هسحب الحرامي. سحبته من مكانه. هو ده الحرامي يا بالي؟ هو ده هو ده حرامي يا جنجونة. انت حرامي يا بافي، سرقت روبوكس بتاعي ليه؟ مين بس اللي قرر يسحبني؟ ايه ده جينا الاخر؟ جينا انا اسف. او ماي جاد انت سحبتي فعلا الحرامي يا جينا؟ هولي مولي، ايوه ده هو ده الحرامي اللي سرق حركات. جينا سامحيني مش هسرق تاني، بلاش تمسحي حسابي لو سمحتي. بس انا حذرتك مره، للاسف انت دلوقتي حسابك هيتمسح، بس الاول هاخد منك الروبوكس. اتفضلي الروبوكس اهو يا جينا، ارجوكي ما تمسحيش حسابي بقى. اوكي مش همسح حسابك، يلا امشي من قدامي دلوقتي. حاضر حاضر يا جينا، سلام. قولي مولي انت سبت الحرامي يمشي يا جينا؟ او ماي جاد. انا همسح حسابه دلوقتي يا بالي، هتشوفوا كل حاجه تفعيل الهاك. حسابي ما تمسح. او جينا انت بتعملي ايه؟ خلاص حسابه اتمسح. او ماي جاد مسحت حسابه. اوكي يا جينا دلوقتي هو الروبوكس دلوقتي يا جينا بتاع مين بقى؟ الروبوكس ولا بتاعك ولا بتاع حركات؟ ابسولوتلي الروبوكس ده بتاعنا اصلا. بس هو اتسرق منك يا حركات، دلوقتي هيكون في تحدي ما بينك وما بين ابو علي بما ان زعبولة تعبان وعيان. ايوه فعلا هو زعبولة تعبان، هو ايه التحدي يا جينا؟ اللي هيكسب التحدي ده هو اللي هياخد الروبوكس، والتحدي ده من 3 جولات، لازم واحد فيكم يكسب جولتين على الاقل عشان يكسب ال 50,000 روبوكس. انا طبعا اللي اكسب يا جينا. لا طبعا انا اللي اكسب حركات يا دكتور. اوكي يا جينا انا موافق، ايه بقى التحدي؟ التحدي هيكون سباق رجل النمله هيتحول لاطول رجل في العالم. سباق رجل النمله يتحول لاطول، انت قصدك ايه؟ هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. اوكي احنا جينا في ماي جاد، يا نهار زبادي من الطويل ده حركات. ايه ده بيعمل لودنج للماب؟ هولي مولي ايه ده؟ احنا فين؟ الو انا رجل النمله. الحاجه علويه سباق رجل النمله زي ما جينا فعلا بتقول. الحاجات دي ثانيه واحده. اوكي انا باخد الحاجات باطول، ليتس جو. الحاجه حركات كبر ازاي؟ حركات كده يسابقني علو لي، يا نهار زبادي. ايه ده اللي انا خدته ده؟ ثانيه واحده، ما ينفعش اخدها طيب ولا ايه؟ الو يا ابو علي سبتها ليه بس يا ابو علي؟ اوكي خد الحاجات دي بسرعه بسرعه. الو يا كابتن طويله كده ليه؟ او ماي جاد طويله. طب انا اخدها ازاي؟ هولي مولي خد يا ابو علي. طب دي ياب انا اخد الحاجات دي كمان عشان اقدر اجيب الاسهم اللي بتطولني. اوكي ودلوقتي يا علوية انا فهمت التحدي، كل ما نطول ناخد الحاجات الطويلة دي، الاسهم تخليني اطول اكتر. ليتس جو. لا لا مش عايزين اي حاجة بروبوكس عشان ما نغشش. يب اديني الحاجات دي يا ابو علي. انا وقعت. وقعت. يا علوية هو حركات كده بعدها اني كسب ولا ايه؟ ايه ده حركات كمان وقع. وادي ابو علي انا مش وقعت على راسي كده.
بيو. اوكي يا حركات، احنا دلوقتي فهمنا التحدي. التحدي علوية ان احنا بنبدا رجل النمله وبعد كده بننهي السباق واحنا طوال جدا، عشان كده علوية هو ده التحدي بتاعنا. حركات، دلوقتي اللي هيكسب التحدي ده هو اللي هياخد ال 50,000 روبوكس. انا كمان اللي هكسب يا حبيبي. بس انا مش هخليك تكسب اما تشوف حركات. ايه ده؟ الحق علوية، انا المركز الثاني، حركات الرابع. او ماي جاد، وانت بقالي انت كده كسبت اول جوله ولا ايه؟ يب يا حركات، انا اللي كسبت اول جوله. انا لو كسبت مره كمان يا علوي افوز واخد ال 50,000 روبوكس. هو اللي بولي حركات ولا مش بسيبك تكسب تاني؟ ماشي كده اول اما نشوف يا حركات. يا نوب اوكي علوي، دلوقتي خلينا ناخد بسرعه. يا بص انا نمله ازاي. هو اللي بولي بسرعه بسرعه قبل حركات النوب. بص يا علوي حركات دلوقتي نمله برضو. اوكي خلينا ناخد الحاجات دي. لا 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 اديني بسرعه. مش عايز اقع علوي زي المره اللي فاتت. لا لا ما تلمسنيش. قولي مولي لما بتلمسني بقى بتاع ده بقل في الطول، فانا مش عايز اقل طبعا. والاحمر ده اكيد اكيد يا علوي بيخلينا اقل، فعشان كده انا لازم اخد الاخضر، بس المشكله انه طويل. اوكي بسرعه. خلينا ناخد ده كمان. حركات دلوقتي ايه ده؟ حركات اطول مني يا علوي، ايه النصب ده؟ بسرعه ما تلمسنيش، عشان لو لمستني علوية اقل طبعا في الطول وكده اخسر التحدي. عشان كده انا لازم اكون كبير وكده. لا 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 ابو علي بليز. ما ينفعش نوقف يا علوية، الحقوا الحقوا، ما ينفعش نوقف. هولي مولي، ايه ده؟ الو ابو علي، ابو علي، ابو علي تقريبا كده. يب انا وحركات خلصنا. اوكي هو ليه بولي حركات اللي كسب الجوله. انا قلت لك مش هخليك تكسب يا حبيبي. والله انت حظك حلو حركات. الجوله الثالثه على وين اللي هيكسبها يكون كسب التحدي، وهو اللي ياخد ال 50,000 روبوكس. انا بدو اللي اكسب. اوكي بدانا بسرعه. حركات فين؟ حركات بيسبقني. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اطول ابو علي. يب مش عايز المس الاحمر. ايه ده في كنابل؟ هو اللي مولي في كنابل. حركات فين؟ المفروض حركات يبقى جنب. يب حركات جنب اهو. خد ابو علي بسرعه دول. ايه ده تخنت؟ يا نهار زبادي يا نهار زبادي، مش عايز المس حاجه. لا 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 يا ابو علي يا تخين. اوكي حركات حركات تخين برضو. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. بص على جسمي عامل ازاي. او ماي جاد. او ثانيه واحده. مش عايز المس حاجه. لا يا ابو علي تعالى كده. طيب تعالى كده. يب ابعد ابعد حركات. بص على وي طويل برضو. انا خايف حركات تكسب. المشكله ان انا على وي. بص ما ينفعش نوقف للاسف، هي بتنط لوحدها بيمشي قصدي لوحده. اوكي السكور بتاعها 1336. يا رب اكون معدي حركات. انت وضع حركات، انت سكورك كام؟ انا بوشش. ايه ده يا زلمه؟ ده انا المفروض اكسب ولا ايه؟ التحدي ده كداب ونشام. هولي مولي ابو علي اللي كسب. ليتس جو. الجوله الثالثه انا اللي كسبت علوي، وبعد ما كسبت حركات هنا علوي انا اللي هيكون معايا ال 50,000 روبوكس. يا سلام، مش مصدق نفسي. حركات ولا مش كذب بقى؟ انا المفروض اخد انا مش هقول لجينا هاكر انا اللي كسبت. انت كده هتكون كداب حركات. وايه يا حبيبي؟ والعلوية كمان ينزلوا اكتبوا في الكومنتات حركات اللي كسب. هولي مولي. لا علوية اوعى تنزلوا في الكومنتات تكتبوا ان حركات اللي كسب انا اللي كسبت، صدقوني وانا اللي هياخد ال 50,000 روكس. كده علوية نكون وصلنا لقيت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي. باي. ايوه انا علوية. صحيح اللي بيسال على 50,000 روكس هتكون معايا الفيديو الجاي، اول ما نرجع لبروك هيفن اخدها على طول من جينا الانكر. باي.